واصلت قوات النظام اليوم الأحد محاولتها التوغل في مدينة داريا بريف دمشق، حيث يقبع أكثر من 8000 مدني ضمن نطاق حصار النظام لها. فيما قال ناشطون في داريا إن المدينة تعرضت لقصف غير مسبوق بمختلف أنواع الأسلحة، ما أحدث مزيدا من الدمار داخل أحياء المدينة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب من داريا تمام عبد الرحيم، الناطق الرسمي باسم لواء شهداء الإسلام. يعني سيد تمام، ضعنا في صورة الوضع العسكري في مدينة داريا مع محاولات النظام المتكررة لاقتحامها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا، اليوم كان هنالك ضغط كبير من قبل قوات الأسد على مدينة داريا من الجهة الجنوبية. نتحدث عن 4 غارات من الطيران الحربي و16 برميل متفجر و16 صاروخ فيل، مئات قذائف الهاون والمدفعية من جبال الفرقة الرابعة ومن محيط داريا، ومحاولة اقتحام أيضا مدعمة بالدبابات وعربات الشيلكا والكاسحات واستخدام تعزيزات من الجنود. اليوم يعتبر يوما يعني من أعنف أيام القصف في الفترة الأخيرة على مدينة داريا. نعم، طيب سيد تمام، ما أبرز ما تعانيه الفصائل المرابطة في داريا من صعوبات؟ بصراحة على مدى طول الحصار ما تعانيه الفصائل في مدينة داريا، إن كان لواء شهداء الإسلام أو الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، أولا قلة الذخائر والعتاد على بحكم الحصار الممتد منذ 4 سنوات على المدينة، قلة الكوادر وقلة يعني المدينة محاصرة بشكل كامل، يعني تعاني من كل النقص فيما لديها، الإعداد اللوجستي، الإعداد البدني، الإعداد في السلاح والذخائر. نعم، يعني اليوم يسعى النظام لإطباق حصاره على حلب على غرار حصاره لداريا. أسألك، كيف استطاعت داريا وثوارها التعايش مع الحصار وعدم الاستسلام للنظام وقد مضى على حصاره لها أكثر من 4 سنوات؟ أولا، من يعرف طبيعة أهل داريا، بالنسبة إذا أخذنا بالنسبة للموضوع الغذائي، من يعرف طبيعة أهل داريا، أهل داريا البيت الواحد فيه مونة لسنة أو ربما سنتين بحكم طبيعة أهل المدينة. أهل المدينة مزارعين ومنهم الغالب بالصناعات التجارية كالنجارة والحدادة، فاستفاد الأهالي المحاصرين في مدينة داريا من هذه المؤونة، ومن بقي من أهل داريا القليل واستفادوا من خيرات المدينة. كان لدينا مساحة مزروعة كبيرة التي هي نفسها التي استولى عليها النظام بالمنطقة الغربية، ويعني هذا ما كان أملنا في الأراضي الزراعية، والآن ذهبت من بين أيدينا، استولى عليها النظام. نعم، شكرا لك تمام عبد الرحيم، الناطق الرسمي باسم لواء شهداء الإسلام.